السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض لكم اليوم مجموعة من المقالات التي تتناول قضايا محلية وعالمية هامة، ونبدأ بعد الفاصل. البداية نطالع فيها مقالا للكاتب جاسم الحلفي في صحيفة طريق الشعب، حيث يتناول موجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت العراق في 25 فبراير 2011، والتي رفع فيها المحتجون شعار تردون الصدج كلهم حرامية. الحلفي يطرح تساؤلات حول دور القضاء في مواجهة الفساد، مسلطا الضوء على قضية نور زهير كمثال على تواطؤ بعض الجهات مع الفاسدين. الجريمة التي ارتكبها زهير لم تكن مجرد سرقة، بل كانت استهتارا بالدولة وبنظامها السياسي، ومع ذلك لم نشهد أي رد فعل جاد من جانب المسؤولين الذين بدا وكأنهم غير مبالين بالتهم الموجهة إليهم من قبل الشعب الغاضب. وهذا الصمت المريب يثير الشكوك حول تورطهم أو على الأقل تواطؤهم مع نور زهير وشركائه في الجريمة. وحينما تلاحظ صمت المتنفذين وعدم مبالاتهم، تشعر أن شعار تردون الصدق كلهم حرامية قد تجاوز التعميم، وأنه يشملهم بكل تخصيص ودقة بعيدا عن الإطلاق، حتى ليبدو أن المتنفذين اشتركوا بهذه السرقة بشكل مباشر أو غير مباشر. ولربما اختارت طغمة الفساد الصمت لأن أي تصريح منها قد يشكل إدانة جديدة لها، كما حدث عندما صرح وزير المالية السابق علي علاوي للمركز الخبري العراقي بأن قاصة نور زهير في الإمارات العربية المتحدة تعد الأكثر تحصينا في الشرق الأوسط، ولكن لا يمكن كسرها إطلاقا، وأن صهر جدارها يحتاج إلى درجة حرارة تفوق 2900 مئوية، فدرعها الخارجي فقط صمم لصد جميع أنواع الضربات والقذائف، فهو لم يبنى بالطابوخ بل صمم من صهير سبائك الشوبهم التي لا يمكن كسرها على الإطلاق ولا ثقبها. وذكر علاوي أن القاصة يتوقع أن تحتوي على أكثر من 2 مليار دولار و50 طنا من الذهب الخالص، وأنها تابعة لنور زهير ومجموعة سياسية معروفة بينها رئيس برلمان سابق. وإلى صحيفة أقلام حرة، حيث نقرأ مقالا فيها ينتقد فيه الكاتب الواقعة السياسية في العراق. يشير الكاتب إلى أن العراق تصدر قائمة مستوردي القنابل المسيلة للدموع، ما يعكس نية السلطات في قمع الاحتجاجات الشعبية بدلا من معالجة جذورها. الكاتب يبرز التناقض بين الخطاب السياسي الذي يدعي الديمقراطية وبين الواقع الذي يشهد قمعا ممنهجا للشعب. المقال يطرح أسئلة حول فشل النخب السياسية في بناء نظام ديمقراطي حقيقي يضمن كرامة المواطن العراقي، ويعبر عن مخاوف من اندلاع موجات احتجاجية جديدة. وكالة يونهاب الكورية الجنوبية كشفت الأسبوع الماضي عن تصدر العراق قائمة مستوردي القنابل المسيلة للدموع بأكثر من 1,200,000 قنبلة خلال العام الماضي ونصف العام الحالي استوردتها من كوريا الجنوبية. وذكرت الوكالة في تقرير لها أن العراق كان في المرتبة الأولى والأكثر استيراداً للغاز المسيل للدموع خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف العام الحالي، حيث استورد العراق 732,000 قنبلة غاز مسيل للدموع من كوريا الجنوبية للمرة الأولى في العام الماضي، واشترى 478,000 قنبلة إضافية في النصف الأول من هذا العام، متفوقاً على غيره من الدول المستوردة لهذا السلاح، وبجردة حساب بسيطة فقط كما تشير إليها بعض المواقع الإلكترونية، فإن سعر القنبلة الواحدة يتراوح ما بين 10
$50 للنوع الجيد في التنكيل، أي أن العراق استورد هذه القنابل بمبلغ يتراوح بين 20 و60 مليون دولار من أجل ضمان التأثير الفعال لمفعول تلك القنابل في إسالة دموع المتظاهرين الذين تعتقد وتعتقد السلطة أنهم ربما يكونون العدو رقم واحد لوجودها. هذا المبلغ كان يكفي لتعيين آلاف الشباب العاطلين عن العمل أو بناء العشرات من المدارس والمستشفيات. وفي صحيفة كتابات يقدم الكاتب نهاد الحديثي تحليلا معمقا لقضية سرقة القرن التي هزت العراق بعد الكشف عن تورط مسؤولين كبار ورجال أعمال في سرقة الأمانات الضريبية. الحديث يناقش مقابلة تلفزيونية مع نور زهير المتهم الرئيس في القضية، يكشف عن تفاصيل جديدة حول المتورطين وأبعاد هذه الفضيحة. المقال يشير إلى أن هذه السرقة ليست مجرد حادثة منفصلة، بل تمثل أنموذجاً للفساد المستشري في العراق، ويبرز تحديات استرداد الأموال المسروقة ومحاسبة الفاسدين. بعد أن ظهر المتهم في مقابلة تلفزيونية وهو يدافع عن نفسه ويطالب بأن تكون محاكمته علنية، اعتبرت هيئة الاتصالات والإعلام أن تصرفه هذا مخالف للوائح الإعلامية، إذ لا يمكن لمتهم بقضية كبرى الظهور في الإعلام والحديث قبل محاكمته. ويبين رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي موسى فرج أن سرقة القرن ورغم ضخامتها لن تكون الأولى ولا الأخيرة، إلا أن أهميتها تأتي من كونها قضية أنموذجية للفساد المافيوي، وينبغي اعتمادها كدراسة حالة لطبيعة الفساد الجاري في البلاد لتوافر معظم عناصر الفساد فيها. وأضاف أن بيئة ممارسة الفساد ومساهمة الأطراف التشريعية والتنفيذية كذلك في أعلى مراتبها تدل على وجود قصر نظر، حيث يتعاملون مع قضايا البلد من منطلق شخصي ضيق، خاصة بعدما قاموا بشن حملة هوجاء لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والتي تمثل خط الصد الأول لمواجهة الفساد، واستطرد قائلا: الأطراف التي هيمنت على أمانة مجلس الوزراء ومكتب رئيس الحكومة ومنذ حقبة رئيس الوزراء الأسبق سعت باستماتة للتخلص من الكفاءات، وزجت بدلا عنها بالموالين حزبيا والذين يتعاملون مع قضايا الفساد بشكل مظهري أو انتقائي. نقرأ مقالا في صحيفة المدى للكاتب الدكتور كاظم المقدادي الذي يسلط الضوء على تدهور الرعاية الصحية في العراق. المقدادي ينتقد سياسات الحكومة في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن الفساد والمحاصصة أديا إلى انهيار النظام الصحي في البلاد. الكاتب يعرض كيف أن الوعود الحكومية المتكررة بإصلاح القطاع الصحي تبقى مجرد كلام فارغ دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع. المقال يبرز الحاجة إلى تغيير جذري في إدارة القطاع الصحي لضمان توفير الرعاية اللازمة للمواطنين. أنتجت المنظومة السلطوية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية وتقاسم النفوذ والمليارات والمناصب والامتيازات ظواهر بغيضة كالتسلط والهيمنة على مقدرات البلد. بدأتها بإفراغ الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى من الموظفين الكفؤين إدارياً وذوي الخبرة والتجربة والحريصين كل الحرص وطنياً، وحلت محلهم المحسوبين والمنسوبين والفاسدين والولائيين الذين صالوا وجالوا وعاثوا خراباً وفساداً جنباً إلى جنب مع اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب المتنفذة التي نهبت المليارات من المخصصات في ميزانية الدولة للوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، ومن العقود والصفقات والفضائيين رغم أنف الحكومة والقضاء. وفي هذا السياق تجسدت بركات منظومة المحاصصة والفساد في مؤسسات وزارة الصحة في هيمنة إداريين جهلة بما فيهم ضباط بعثيون
دمج ومعممين مزورين ومزورين وعصابات مسلحة قامت بقتل واختطاف وتغييب المئات من خيرة ذوي المهن الطبية والصحية، وأرغمت مئات العلماء والأكاديميين وأطباء اختصاص واستشاريين كبار على مغادرة البلد، وقامت اللجان الاقتصادية بسرقة المليارات من المخصصات السنوية، الصحة ونهب أملاكها ومعداتها وأدويتها، وأفشلت كافة خطط وبرامج تطوير القطاع الصحي الحكومي والارتقاء بالرعاية الصحية. وإلى موقع عربي 21 حيث نقرأ مقالا للكاتب جمال زحالقة حول الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على شمالي الضفة الغربية. زحالقة يصف هذه العمليات بأنها جزء من حرب سلامة المستوطنين، حيث تهدف إسرائيل إلى قمع المقاومة الفلسطينية وتأمين مستوطناتها. المقال يشير إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق أوسع من الاستراتيجية الإسرائيلية لتعزيز الاستيطان، يطرح تساؤلات حول جدوى هذه السياسة العدوانية وتأثيرها على مستقبل الضفة الغربية. استغلال الانشغال بالحرب على غزة وبالقتال على الجبهة اللبنانية للقيام بعمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية دون أن يثير ذلك احتجاجاً دولياً وأقليمياً وازناً. وفي هذا السياق ادعت بعض النخب الأمنية الإسرائيلية أن العملية تهدف فيما تهدف إلى وأد أي إمكانية في أن تتحول الضفة الغربية إلى جبهة إضافية فاعلة تثقل على الجيش الإسرائيلي وتصعب عليه الحرب على غزة والقتال ضد حزب الله ومواجهة تحديات على جبهات أخرى. ويبدو أن إسرائيل في طريقها للفشل في تحقيق هذه الغاية، فهي من حيث جاءت لتكبته فقد أثارت. هي تقول ليل نهار إنها لا تريد مواجهة متعددة الجبهات، لكنها في الحقيقة تبادر إلى تسخين خط مواجهة إضافي. تندرج العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة هنا في إطار حرب سلامة المستوطنين في الضفة الغربية التي لم تعد حملات وعمليات عسكرية متباعدة ومتناثرة وتحولت إلى حرب ممنهجة ومتواصلة تأتي على شكل حملات مكثفة في مواقع محددة، لكنها في المجمل باتت حربا واحدة. لقد حصل هذا التحول قبل 7 أكتوبر وزاد بشكل كبير بعده، لأن المستوطنين أصيبوا بالذعر وبالرعب ونقلوا للقيادة الإسرائيلية ذعرهم من إمكانية أن يتعرضوا لما تعرض له مستوطنو غلاف غزة. هذه القيادة تصغي لهم جيدا وتعمل كل ما تستطيع لطمأنتهم والحفاظ على سلامتهم وحمايتهم بمراكمة عمليات القتل والتدمير. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين عملية عسكرية في جنين وطول كرم شمالي الضفة الغربية توصف بأنها الأكبر منذ عقدين. ووصفت هيئة البث الإسرائيلية العملية بأنها واسعة النطاق، مشيرة إلى أن قوات الأمن دخلت مخيمات اللاجئين ترافقها مروحيات وطائرات دون طيار، كما ضربت طوقا أمنيا حول المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا في جنين.
ووصفت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية العملية العسكرية بأنها الأكبر منذ عقدين ويتوقع أن تستمر عدة أيام على الأقل. قالت هذه أكبر عملية يجري تنفيذها في الضفة الغربية منذ بداية الحرب ومنذ حملة السور الواقع عام 2002 قبل عقدين. وأشارت إلى أن العملية واسعة النطاق تركز على 3 مخيمات للاجئين، جنين ونور شمس في طول كرم والفارعة في شمال غور الأردن. فجر الأربعاء بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في محافظتي طول كرم وجنين ومخيم الفارعة قرب طوباس شمالي الضفة الغربية. أسفرت كلها عن ارتقاء 10 شهداء بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة العسكري ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية قرب مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات. والآن مشاهدينا نتابع معكم هذا التقرير الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بعد 25 عاما خلى فيها قطاع غزة من الإصابات بفيروس شلل الأطفال، بدأ شبح المرض يتسلل إلى القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع منذ اندلاع حرب غزة، ما جعل منظمة الصحة العالمية واليونيسف يدقان ناقوس الخطر بعد تشخيص طفل رضيع بعمر 10 أشهر بالمرض في مدينة دير البلح، في تطور ينذر بكارثة صحية حقيقية في القطاع. فكيف أصبحت غزة أرضاً خصبة لفيروس شلل الأطفال؟ وهل ستتمكن جهود المنظمات المحلية الدولية من مكافحة الفيروس مع استمرار الحرب؟ أسئلة سنجيب عليها في قصتنا. اختفى فيروس شلل الأطفال من قطاع غزة لعقدين ونصف عقد، لكن شح التطعيمات بعد اندلاع الحرب قبل 10 أشهر اجتمع مع تكدس النفايات وتراكم مياه الصرف الصحي بين خيام النازحين والاكتظاظ السكاني في مساحات صغيرة لتتوفر بيئة مثالية لظهور الفيروس شديد العدوى الذي ينتقل من شخص إلى آخر بطرق عدة، منها عن طريق الطعام والماء الملوثين بالفيروس. موقع ساينس كشف أن الفيروس الذي أظهرت الفحوصات وجوده في مياه الصرف الصحي في القطاع ليس فيروس شلل الأطفال البري، وإنما فيروس شبيه ناتج عن اللقاح يعرف باسم فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النوع الثاني، وهو خطير تماماً مثل الفيروس الأصلي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن السلالة الثانية من فيروس شلل الأطفال لها خصائص وبائية فتاكة. هذه الفيروسات المتغيرة تظهر عادة في المناطق التي تكون فيها معدلات التطعيم منخفضة، يسمح للفيروس الحي الضعيف المستخدم في لقاح شلل الأطفال الفموي بالانتقال من طفل إلى آخر واستعادة قدرته على الانتشار والتسبب في الشلل، مع العلم أن المكون من النوع الثاني في لقاح شلل الأطفال الفموي سحب من التطعيم الروتيني عالمياً عام 2016. لذا فإن الأطفال في غزة غير محميين جيداً ضد هذه السلالة، رغم أن معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة كانت جيدة قبل اندلاع حرب أكتوبر تشرين الأول. وزارة الصحة في غزة أكدت أنها ستنفذ حملة تطعيم خلال أيام تستهدف الأطفال تحت سن 10 سنوات، بعد توفير 1,200,000 جرعة من لقاح شلل الأطفال من النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، والعمل جاري لتوفير 400,000 جرعة أخرى. لكن غياب الهدنة الإنسانية سيضع العصي في دواليب هذه الحملة بحسب منظمة الصحة العالمية بسبب تعذر الوصول إلى مئات الآلاف من الأطفال ممن هم بحاجة ملحة إلى التطعيم.
وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.